الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، صحابي قلنا ما أنت سديتني تضبات وعبد الله ابن عمر بن الخطاب، وكان عبد الله بن عمر شابا معلق القلب بالمساجد من لن يراه، وقلبي يقيس مساجد كحرين يبؤها. عبد الله بن عمر، وما أدراك ما عبد الله بن عمر؟ أما أبوه فهو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب، وأما أمه فهي سيدة الرسان الرزان زينب بنت مضعون، وأما أخته فهي حفصة إحدى أمهات المؤمنين. عبد الله بن عمر طبعا شأن يوسف ما سهلنا، وحأبوها أمير المؤمنين خلفاء الراشدين نيكي لبعض عمر بن الخطاب بعد علي ويدي يضو هيد هويني رنتي آدي أمي زمن عقلي إذا جنان بإلهي سوق الدرن يوحى لديه جري زينب بنت مضعون وحال دلتي حفصة يوضو كم إذا هيد هوين النبي صلى الله عليه وسلم قلوا يا سوك سجيدي. ولد عبد الله بن عمر في مكة وأسلم وهو صغير، مكو كل شيء isagoo ilma ana oo yarna wuu islaamay. طبعا waxaa laga wadaa markiiba uu la qabsaday وربي في مدرسة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ونشأ في أكناف الإسلام وأنا كسو برباري نبي محمد صلى الله عليه وسلم درسيسي وحتربيين جرتي إسلام كان وكل حنولا، فلم يدنس بجاهلية ولم يوصل بعبادة الصنم واحد جاهلية مصمرين سيد الصحابة كله ونوض بحالات كلا يكون جري وإلهي ويسوه هدي، لكن إساق ولي ما أركب يرانتي بإسلام كله كوسد ولينا صنم أمس الجودين مع عبدين. ثم هاجر مع أبيه إلى المدينة قبل أن يبلغ الحلم، قبل أن يبلغ الحلم انتو سنقان قارنا وطن أبيه لهجرود إساق آذي حق أيوه المدينة المنورة. وقد كان له من بدر 12 سنة وبضعة أشهر، تقال كي بدر مكو دعي لبي يتبن جربو هاي دور بلوط، فجاء مع نفر من أترابه الصغار يرجون من رسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أن يأذن لهم بالخروج معه، فأذن لبعضهم ورد بعضهم الآخر لصغير السن، وكان عبد الله بن عمر في جملة من ردهم. تقال كي بدر وطول لبي يتبن جربها يدور بلوط بقى ويلل يريارو أساقي أسوي إسكو في اللي هيم بو انتو صار راعي النبي قوي يميد يقول ربا إن مركا الله أقول هذا إن الجهاد كتاقان النبي صلى الله عليه وسلم ليش مركو ساو اللفتي قار كم إذا نبو كحيستي كوانا بو سوء علي بدك اللي سوء علي دا يرتاها يري لا يري والنبي قوي يري مجلي كرتان دقال كوحا كجري عبد الله بن عمر الله بعلي اسك الله. فعاد الفتية الأخيار والأبرار يكون يرركي طبعا ولا بي تونجر استحي تونجر مركي سال له عليه يقول أوه يدب الله بتان لأنهم حرموا مما كانت تطمح إليه نفوسهم الكبيرة من شرف الجهاد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حي لو حلو دي دي وحي أوهن قل تاقين يعني نعم دائر هذا يررها أمه غدن، لكن نفته إذا هي يكون ركيبي يروح دوده هي أمل كي waxa ka dhex guuxaya ee higsi sare ah ayaa wax weyna oo runtii mugiisa leh. Haddaba maadaama ay heli waayeen fursadii ahayd inay nebi maxamed raacaan oo jihaadki tagaan, xoogaa murug bay ku noqotay, murug bay markaa ku noqotay. Walaaki saxaabada rasuulilah sal alla alay wasalam ninka la yiraahdo ma gelaysid maanta isagu ooyu halka ka tegaya, waxa loo socdana ama inuu soo dhaawacmo ama in lasoo dilo ama inuu soo badbaado oo ilaahay subxaana wa tacaala saa kusoo badbaado saa u buu socda iyadoo waxa ay muuqdaan buu ma aragtay dagaalkii abaare wale quraanka wuxuu leeyahay fi suurati tawba wa acyunhum tafidu min addami xazan an la yajidu ma yunfiqu ma yunfiquun wala cala alladina idaa ma atawka litaxmilahum qulta la ajid ma axmilukum calayhi tawallaw wa acyunhum tafidu min addami xazan an la yajidu ma yunfiquun. Qolyaha ilaahay aanu u qabsanayn asbaabta iyo jihaadka kaga hareen waxaa ka mid a kuwa inta kuu yimid nasiin ku yii rasuul allow
نوريجي يا سهيلي أن كنت قال تجري هي نسي أنا أتري حبا إلي ما هي أو يو مرغيسن أو يا مركا هل كأديب وقال لابت كوان وخلاج مرة مركا شاهد كأنوس عنا وحي هي وعيونهم تفيض من الدم حنون بيرونتي كواحد وقف يسوع مال ما أردت الرادين اللي هو شابان أبا عن أبيزيه ما بحيس الليل. وفي يوم أحد أصبح لعبد الله بن عمر 13 سنة وبضعة أشهر مركي اللي قال ده قال الحوت هدنا وكدم بي بدر وحو قاري سدح يتبان إيو دور بلوت سنة كدب اللي انت قال كل عايه. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أتراب يستأذنه في أن يخرج معه إلى الجهاد إذ لا هدنا يركي إسكو أساق هاي بنتو كسو لوك درس النبي قويمي بإيمادين إيو ويديسان النبي صلى الله عليه وسلم إنه جهاد فوق. فنظر إليهم نظرة مستأنية النبي صلى الله عليه وسلم سي بوحده ايو رنتي دمانتو تتكي ماشي يسوي من الله وراي ومد والبابا حالة دي سي قارو اغي ثم اختبرهم واحدا واحدا من مد بمركة امتحانه فقبل منهم من قبل ورد منهم رد قارنوا كالهاري كونوا عليا. وكان في جملة المردودين ذاك مالك العليين وحا كجري عبد الله بن عمر مركي اللي بعضهم مركي وحيليا ما عرفتي ديد ما ما بيحكرت. فعادهم يبكون سيدي وكل أوينتي عندنا يجو أوي لابتن لأن صغر أعمالهم أعمارهم قد حال دونهم ودون الجهاد في سبيل الله حال دائرة دائرة داس دائرة درتيد بالله الرابي تينا وحيكوك كان تمرك له مرك عبد الله بن عمر شو مرة يا لبجر ودقال كي يسكت دي أمك قيب قاتل سوعي. وفي يوم الخندق مرك اللي قاره مرك خندق مرك وحكدم بيا لبسنا كده طبعا سنة كشان هذا كوب بيقنا أصبح لعبد الله بن عمر 15 سنة عشان يتمدد بجار. فجاء هو وطائفة من أترابه يجرون سيوفهم على الأرض ويمدون قاماتهم إلى الأعلى إساق جروب كي وسور راعي جريب أسلاجي ميت هدانا إيو سيفاه لورك كجيرة إلى المقاعد كراني. وفي نفس الوقت انحوغانا إسعريب تاغي اسمه جنية وأسكني يدد واوين سي أن مكان ماشي لو كتير. ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن بالجهاد نبي قلنا له ويدي سنة يقول رسول الله مكان نعم بحن. فأذن لهم هذه المرة مركز سدحات مركو شن يتوان بحسدي أو نبي يقول حتى وصبح. عند ذلك غمرتهم الفرحة وفاض على وجوههم السرور وطفى عليهم البشر. فرحبة عبد الله مالك أو فرحي ومدو سمد مركا آد بحي هاي رنتي ومال لفريس ينجرين فرحت بقى إليه سبحانه وتعالى أو كان رم البابا آد بقى فرحي وطافي عليها البشر وجيغن ويكم قطر رنتي. ثم شهد بعد ذلك سائر الغزوات التي غزاها المسلمون انت وحي كدم بي إن الله انت جهاد نبي قوب بحي مركا أو مسلمين تؤكد قاتل مركا وكجري لبضان أبدأ يريبا مركا الله قرب. ودخل مع الرسول صلوات الله وسلام عليه مكة عام الفتح وكان يومئذ في العشرين من عمره مالك مكلف فورا سنة السديدات لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيس أي سوى قلان وحو أهال لبا تنجر. فلما أبصره النبي صلى الله عليه وسلم طافق يثني عليه ويقول مركو أرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم نيك عبد الله لبا تنجر سري وعيدا كي الله سعوضا مكلف فورا النبي يقول بالله إنه أمان ولا دقاق وسجار إن عبد الله إن عبد الله أمانتي سوء الشيخ الشيخ صلى الله عليه وسلم لأن أدب أجعله. وقد كان هذا انت وحايد وهردع لأن بريه عدو عبد الله أها لكن وحا نبحينا على إلى الميدان وحا أهرينا تابان دونا وحا نقوان دونا كو نينك ونموذج ورنتي تصالة رنتي أصوب بضا إن قفك سيدائرة إنو تصالة انتو كالكتون لشي سكو تطبيقية وانيك كليم مالين كاس وإلا نسوي يربو إسلام كسوغر إلا وكردنتو مرنبا أنا إسبدالين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم البعض قاربا ما ملقبتي قاربا جوغوين قبتي قاربا مغالوين كالآدي قاربا دقال الذي قالي قاربا حبضا نوعا ما مواقف كالأي كتمد حالة كالأسو كوست يسوي أنيك كلية وضضا وفولي مالين كي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أركتي وأركي إلى وقت موته نيكا كليا نسبت دنيا وإنه كروسي كعمويا وأنا نودع جابتي سله. وقد كان عبد الله بن عمر مثالا فريدا للشباب الذي نشأ في طاعة الله
حتى قيل إن أملك شاب قريش لنفسه عبد الله بن عمر وهو أصول بضائع النقضة من اللي يرى لغو ضيده كبر باري تعالى إلهي إلا اللي يري نيكا كليا لن يرى إسكا أذك قريش كجر عبد الله بن عمر يعني هو نموذج لبي جري لن قفك لن يرى الحواجة وحول لي فلتات بولي لعن عير بولي مرحقها سؤاده هودي مرحقها سؤاده شهودي مرحقها سؤاده شبهدي مروان بال بكل عام مرتلظه كقلدنت فضي فربضان بوليه نوع من حماس فربضان او مال اسعد عن الهين بوليه قف قدن يرى سيسه وقف ما عرفتي حوغا بولال با مقن مع مع معذره حوغا بولال با مقن لكن هنا عبد الله مركي تاجنت املك شاب في اوساط قريش وهنيك كليه رنتي وهنن مسكح يسوي فضده ولا غروة فقد كان شابا معلقا بالمساجد وحكى لنا ما هو شابا معلق القلب بالمساجد من قلب يسو مساجد كحرين فالمسجد دار إقامتي إذا أراد الراحة ما يشأ كن نسطو مسجد كوها والمسجد محل عبادتي إذا رام العبادة هدو عبادة ربنا المسجد كو إيمان جري لو أضع مالبا نسى سيدي سنوى مسجدك عبادي سنوى مساجد مرحبا حنك سورة بأنك أدن يرد markay boolasha u soo noqonay markuu masajidka ku xirmo markuu masajidka ku xiran yahay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu muujiyana salaadihi ilaalinayo runtii waa ka quality badan kuwa kale magaalada isaga jira waan arki kartaa yani afarta masajidka ku barbaartay lamid ma xagga waxbarashada xagga horumarka xagga fakarka xagga dhaqanka ka duwan kuwa kale ee suuqa ku jira wali isu haysi inuu yar yahay ee ma aragtay maskaxiisu wali ayin fadhin hadatha an nafsi qaal maalimu marka isaga iska sheekeeyey meesha uu sida ay tahay ugaga bilaabo nolosha kaana rajul fi haati ar-rasul alayhi salatu wasalam idha raa ru'ya qassaha ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri saxaabada ninki riya arka nabigu ula iman jiro dhiga rasuulallahu xala waxaan ku riyada waxa ay waxa nabiguna uu fasiri jiray wa kuntu ana idin ghulaman shaban azban wa kuntu anamu fi al-masjid an-nabawi annahu hanin lan yaraa aw daaba مسجد كان دعما كسي حنجره هل كاسان دعي جريبيو سي حنجره روايت كلا وحي الله دوم حنج الله أني أنا مروا إن الرياء أركو سيدتك الله وفصر الله وفصره بحديث كلا كله فرأيت في النوم أنا هو الدوم حن كل يوض كأن ملكين أخذاني وذهبا بي إلى النار الله ملك انتي إي مادين انتي إلى التقام النار تيجيين وإذا للنار قرنان نار تيجيين لبقي صوت بي لذهبي وإذا بي أرى فيها ناسا قد عرفتهم محن كل حركب ضد أن أقان والنار تكجر وأن أركب فجعلت أقول ما كان أركي النار تالي وضع ضد ماشي كجر وأن أقان ماشي إيقام مقضان لماذا جيسو ده النار تالي الله ده وهل كاللقبت خرطوم كاللوجي ده النار تالي مقضان أي محن بالله بقول إنا أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار إلى النار كامن جلي فلقيني ملك آخر ملك كرئي من كبير فقال مركز لا بأس عليك إن فإنك لن تراعى ويري أدوغو وحبا أوشان شقاكو مليه لا بأس عليك أدوغو فزع كان أرقاق حكان إلا وقلي ما أنا كسوط المش ملقي كلام إيش إيك حي بير هنات اللي مكلين فقصصت رؤياي على أختي أم المؤمنين حفصة ريدي بام أشي قبر ولا شيء والنبي حيله سي أهيد حاسكي سي حفصة أيام أشي قبر فقصتها على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذا النبي أشكتي نكي سيديها عبد الله بن عمر رياضة سكر يوضبيتي فقال مركز نعم الرجل كلمة من مالك نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل الله إليه عبد الله إني وناكسن بو أهان لها أما إني وناكسن هدو كدري لها صلاة الليل عبد الله وني وانا اكثر لكن هدي صلاه ليلك ان كنت لها فما ان سمع ذلك حتى عقد العزم على ان لا ينام من الليل الا قليلا مالك الله قبل الله وحو قاتي جوان انه سن سيحا الا ان يرمو ينهبين كودان نفس من جير مكه فكان اذا اسلم الناس جنوبهم الى المضاجع يصلي ما شاء الله يصلي ضدك مكه هدى الله دعاء انتو اشتاقوا تكنجل ثم يصير إلى الفراش مركز جوشي ستجا فيقف إغفاءة الطائر سيد أنت شمبركو سو أصع ذاك لا شمبركو أردت إير كدي بوكعة أيو إير حواجة مركو إنها إزجليه
او شاف نقصده او يمركب كعه، ثم يقول فيتوضا ويصلي هذا انت استاجت كذا، ثم يغفو اغفاءه الطائر هذا ان يلهس قليها، وكان يفعل ذلك في الليل 4 مرات او 5. شان جربوا سياسه ما ينمر ان يلهس قليها وصوت توصى وتكني هذا ان يلهس قليها وصوت توصى وتكني ده هبي يقولون طبعا والا هدي شان قوسي مول لغا ديغانا ولا ساعه ما لها سو نقونيا اما سدح ساعه سدح سدح ساعه اما افر ساعه اما افر ساعه انت وسمين جد هضبه halka kan intaynan dhaafin maxaan ka qaadanayna هو كو جانب كتربية ده تربية ده هاي ده مركو على تربية نيو سيب والدك كلمة ير أو أديك معنا أنا كوسة مينين أي واحد بدنا كبد اللي كتغير كلمة ير معنا لهين وحلاقي يا با إن ده ما لما صلاة دي مزيد كوما ما أركو إن الكلمة ده معنا وترت وحول يعني أي نعرف ويالات صوان كم وضع مسوات حوالي عمال ما قاركت واسكا أفرتها قرآن كم خط انت وحبر سيدها لكي يكون مريسا جامعة دي ما بلود كلمة دنير حتى هكو بخيل سيد بحالة ده تربيه إله بها كبه إله سبحانه وتعالى هو كبه وكبه يكو يضو كبان بيكو إمان إسايو المي وحيد علانا يضو الليه إسلام بكل شيء فأبواه يهودان ونصران أدوم بها اللي حين يموان المي هو يتوسين تاوامد مد الله بعد هذا أدو صالح تهي قف وناكسان تهانا إلهي سبحانه وتعالى صلاح حاجة يسوى بنان تدعي الكبت بادين ومد كلا ومد سد حاضر كلمة ديرا معنى لهين أم بالله ده انت إلهي سبحانه وتعالى لما يستغي لكن أدو كلمة ده لفتر كده وقت يأديه لهيت يسيد دور مرك يدو مهم هذا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما دام مربي ومد أوي هاي كلمة ده يرون بسوء قارتي كلمة ده وحي كانت نيكا من اللي رضا إني هردد أديده وحكى الله لك هذا صلاة الليل وصلاة فرن وحلو البلد تكن كرو عشاء مركب لقب بحنا ود تكن كرتا هبين برتنج ود تكن كرتا بهبين بهبين مركب ود تكن كرتا آخر ليل ود تكن كرتا وصل وفضل بدن مرة بان لورك عاية أوهر صلاة الليل مركب وح فرن أنت صورك عاوز كودي كرتا أدون أنت تكري كرت مدة كلام قفك هدور ربعين وبترايو وترك الليل كفرق بعود حي صلاة الليل نبي في المثنى مثنى في اللبو لبو لبو قفك مركا هدي الرب انه انت الليل تكادو وترا وقدر وحوتو كان كرتاس وسوتو كان كرتاس سو صوت هرت حلي جه واتان نري ام بعد العيش هركتو كان كرا ام هم بركي وتو كان كرا ام اخر كنتو كان كرا قاسم كان قدام بي سدح لك قدام بي اسو سيد قفك وسال وحانا فضل بدن اظن انت صح هذا صوتو سوتو كده سياد وقصي فودي قلدي إله إلي تتجافى جنوبهم عن المضاجع نبر كيلوك كلف وقاذان سيئي مركة إلهي سبحانه وتعالى وعبنا إيدو ونكسنت سنة ده مركة مركة لوضع اللي تكذو وترك وحاكوب بنا سيدة صوت صوت نحاكوب بنا هل ركعنا وتر سدح حرير سدح حرير ما تحيال لهنا وتكن كرت شن حرير ما تحيال لهنا وتكن كرت تضرب حرير أتحيات هنا تكون كرت أتحيات بحنا كوضع كان أقدم به يعني لحظة كوضع ما اللي ما كان كلها هاي لحظة ما يعني سد حركة سيد هذا أنتو كان أكله سد حرير أتحيات كلا قد تجيب أتحيات كده حق شن ركع حرير أتحيات كده حق أنكو جن لوضع أنكو جن ميت كو أقدم به كلي تضرب حرير أتحيات كه مر كلي لا إيمان له أنت تكون كرتا أنت وتر والله ما قاعد مر مر قف مر كل لبا 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 تكده معه كدري كرا هل ركع سجال أم معه كدري كرا صدح كلو كدري كرا أو كوي تبن أم حكوا كلو كدري كرا شن كلو كدري كرا إلا تضبو جارسين كرا أنت وا ونا ودي كرا قف أنتو سنوجر فجر كأم صابي وحكى الله يا قاضنا يا وحال سوء العلين يو لبا لبا ضل لوت كانوا يا أما با مثلا ليل كوه كلا حد أنت كذا أنت أسكس سيح هذا أنا سوته سكرا تكن كرا هذا أنا سيح هذا تكن كرا لكن وتر يسوى هالمر من النبي يقول لا وترانا في الليل وتر الله مر ما تكن كرت هدي أي لعد أنا ظهر أوت كتي مركب ضم بقى صلاة عادي إسكت تكنس وتكن كتر كوتري كإلال وطن أرض الكبرى الجمع مركب لعب تكن أو كلا قف كرب إنه تهج كان دي بص الله عبت أنا قلال وكت كذا ربنا إنه الدعاء الإمام كيو ما عرفت هل كان قي كان نقضه مركو إمام كسلام نقصاد استاجي سامي كلك قام نهسا سي مركب أي ترى إسلا يقول نقطة هل كي ترى إسلا في نقل هاي وماشي كان نقل هاي ترى مركب يدو معركة إسلافة سيقول نقل همين دبانا أو يضف لذا
تانا مركوا سمين كرتا المهم تانا مركوا جانب ليه الكونا أفكس إسكا ما صوتوس ولا استوسيا حكم العبادة ذا إلى هاي سيدة قاعك هذوك قاعك أمو شرفوه ليه الكوا المتوسينة ما أدوس متوسي كرت حيا لو شرف ولكن إنك ويا فلان ما كري كرينا صوت زوجين مرة بتأينا ليه بتكتدها إلهي عاصم إلهي سبحانه وتعالى قفكس انتو صوت يسهر استاج مرضه إلهي سماء الدنيا بسوء استاج وله المثل الأعلى قاسين كقدم بها بينك استغل لي ورياح ويدي سنة يا إبر يا دمياط ويدي سنة قفكس سنة ومطيس بقر كوا الباب كوا مفر وبالاس كيس قفكس سنة جلا ضد كارا جلا أو في أي بي إلهي سبحانه وتعالى مد والمصح حرست كلي من إلهي كبق مويان ولا تدتي هروح يديه جنة حالي بقى ليك يكتي وحكى لنا ما هنا بشر مكان مجال هذا مرة أي شيء ذي مركب كل عاد ترك هسي مركب الجالس إذا مركب قف يونس إذا يا حوا هاي حاس أربعة دنت يوكل اسكت طاس اسكهر دو إلا فجر كأنه صوت بل فجر كأضافه مع عاصدة كينس معناها مركب معنى مهمة وإن لفهم أيتها ليل كوفي كم دائما لها قرآن كله وديار صدى قف بقفكو كقرآن في عيني هاي ليل كيسة اللي قف عماه ليل كاجة ليل قرآن ومهم وليال قفك إلهي قرآن وحفدسي صلاة ليل وكتك معنا ولا شيء ليلك ولو هل رجع بتك توستك إلهي هر استك بعد الحساب حتى كوقة بعد ذا دو انتهى هكتجن انت النوت نوشة قال هنقف مر وقف وين ونقضنا إذا رح يكمل تحيابها إلهي دتك نورك وجه وقلي حجم ضد كسي دجنانت وكسي وحبضا وأن برك بضا سكك هذا أصلا إلهي في سوك أدين ليل ليلك أمرك ضلبات كأيو إيو وحلا وحي عصية الله إلهي لا أدرى محل إلهي سير إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا عبد الله بن عمر مالك الدردارك الذي يقول كما تقول سؤال لن يرب الله إذن ليلك وحاكوج الوقت استغفارة رنتي لبضينا وقت يسيكوج دستا وإله إسرائيل جل وعلا كوا بالأسحار يستغفروننا بالأسحار ساعدها أوضن بي إذن ورد وقاد مرك أوفي عيها هل كان مرك سجار الليل فلو أمان مرك برمضان مرك إنك أدامات إن شاء الله عوالنا ومهر سنة هايسدين رمضان كورنا مضواد وان أرقنا إنا الليل تكن كرنا وتراويح بان تكن والليل العشاء كدن بيسا وتهجد بالغو دا الوالي تكن كرا وعن مركة بشان تبارك الغوصي وحال ربنا الله شهد انت هذا الكلام إنا تودي مركة على الأقل اسكود داي دان القرآن كحدا حفظ سنين حتى ولو مصحب كأقري جزء القرآن ودوسة كقيب كتكو إلهينا لهرتك يدو الليل تكن يمالين كتاد أي اعتماد إلهي سبحانه وتعالى مالنا خير قبحنا وقال لقائب لقد شهد كرام الصحابة لعبد الله بن عمر بالصلاح صحابة كود رنتي وذكرامة وحي أقرين عبد الله بن عمر وناكسن وتوصل أنواع وصدق الفتى العمري شهادتهم فيه وحققها بأفعاله إذنه مرخاتده أي ما أكون مرخاتيك عن أنو أها أما أيو مرخاتيك عن أنو أها ننتوصن إذن رنتي وكذا بفعل كيسة فقد روي عن جابر أنه قال ما منا من أحد أدرك الدنيا ومالت به ومال بها غير عبد الله ابن عمر بل هذا كان وهذا العلوس وحليه جابر نينك الصائن نغمد وصحابة وكهر لها أما الدنيا أيسيء لجا اللي عذي أما لجا اللي عتي يعني الدنيا أما وكأت كهذا أما وكأت كهذا وحي أهاتبا حالد بصمرت حبان نصوات قليب وليه صحابة وكهر لها لكن عبد الله بن عمر يكون يقول الدنيا دي وان ان يرى الدنيا وحبا انا كقاد لكن انك انت انك لا تقول حقا وين تابت ولما لحق عمر بن الخطاب رضوان الله عليه برفيق الاعلى والت الخلافه الى ذي النورين عثمان ابن عفان اراد ان يكل امر القضاء الى عبد الله بن عمر ابي مركو انت عمر بن الخطاب وماشي وكتي واتي خلافته كجدا بعثمان بن عفان ثم نعرف مركو حج على هذا ما دام ويك كان من يرى صالحة جوريا كوسو برباري وخليفة الثاني ودلاء والنبي صلى الله عليه وسلم سيدي جوريا كوسو برباري وحرب إنه قاضي كذبه ويرنيه وحربا قاضي إنا قضينا من قتيد قاضي من قتيد اقضي بين الناس يا عبد الله ضدك كالحكم فإنك من أفقه المسلمين بدين الله وهتكون جرت ضدك دينك إلهي وجوي قان فقيه بات وأوسعهم رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عدك وهي ستانا ملا مركي حديث التاغان تانا نيك أول روايات بضن بعدها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أقوان ورنبا سوكا تكتب لكن عبد الله بن عمر فأبى ذلك أشد الإيباء وديدي انتو ديدي كرا
وقال لا أقضي بين اثنين ولا أم اثنين. لبا روحنا لحد ده مكة لا مكة الحكمين اسكت ده هنا قادر نقدن حتى إمام النقنين لبا روح حتى صلاة كما بحنيب. طبعا موحى الولد ده إمام نمدي وصوف تقل موحى الولد ده أمطى لنا تاسع كحوك بدن. فقال إن أباك كان يقضي بين الناس والرسول صلى الله عليه وسلم حي فما يمنعك أنت مركز يرو عبد الله يوب أبها من الخضاب وكوضا رسول كونول بو أبها قاضي هذا كان حكمين إيه محاكو ديدي أدي. فقال إن أبي كان يقضي أبي نعم ها قالبو أهو حبوك الحكمين جري. فإذا أشكل عليه شيء سأل النبي هذا وحي سقدر سمان وحون إشكال كوي ماذا نبي قوي دين جري. وإذا أشكل على النبي شيء نبي هذا وحي سقدر سمان وحقرن واي سأل جبريل جبريل بو دين جري جبريل الإله بكسو ورين جري. واني لا اجد احدا اسال لك انا عندما حويدي مركب ولا مركب انا بحرها يجلين. ثم قال له مركب سهدنا عمر اسمع لك كلام هذا الوحيد اما سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول من عاد بالله فقد عاد بمعاد مياضا مغل النبي او له قفك الهي ما انقل معركتي ربي لما انقل ايمان لما انقل يوم ما انقل ما الهي سبحانه وتعالى وكاشتي. فقال بلى لقد سمعت ها حديثه اسود قهري وان مقلب. فقال إني أعوذ بالله تيبو وكفى إن اسمه أعوذ بالله أن تستعملني على القضاء هذا ما سيدة تهوف لنا يا إيه إله بان كما انقلب الإناد قال لي أتشقي إيه كتد أما أن قال لنقض. فعفى عثمان من ذلك وش كبد دائما. وقال له مركز سوحي كويل لا تخبر بذلك أحدا هذا وضدك هو الشيء وكم بقي يا مركي عبد الله بن عمر بقى لديدي قضيه مركي ضدك أي مقلان انت كلا ديار كون قال لهم انه نقول يرى هذا المال عبد الله كوب انه ما قرينا لكن ذاك هو شيء كبير. فالمسلمون بحاجه لمن يقضي بينهم بالعدل المسلمين تحب هين قف عداله سمري او ارم كود كلا قدوميه اما كلا حكميه. ولم يكن عبد الله بن عمر عابدا زاهدا فحسب عباده كريه هي الدنيا النعيم كريه لقوم اوغينه وانما كان مع ذلك وحقوه لي جنديا مجاهدا مجاهد وها. فغزا مع جيوش المسلمين وهو لسعود عيدا كي مسلمين تأكدوا لي كلا من الشام وكد قال قلي والعراق وكد قال قلي والبصر وكد قال قلي وفارس وكد قال قلي انت مال قابها سلوك مالو سنتيجي مركا مالو لكن سيكم حلو ديدة يا سقا سيكي كليه اي دادكو حكسو غيان تاسو ديدة قاضي انو نقضي انو هقاميان نقضي هو لها ما اقلي حالو حلو وحالك الدنيا ايكا بالله بتوي الدنيا يسوع الله ما يسب لي جري. وشهد مع عمر بن العاص وحكى له كل جرته عمر بن العاص ملكي مصر لفرنين فتح مصر ملكي لفرنين وجوي وأقام فيها ردحا من الزمن مدنا ما شو كنا مصر بدنا. فروى عنه الحديث ما يزيد على 40 من أهلها أفرتا روح كبرا وعلماء هلك الجوجة أي حديث كبرتي لأن عبد الله بن عمر بأوي مد والنبي صلى الله عليه وسلم صبر بارك يون أرضى بأون نقدر. ولما ثارت الفتنة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان في النبي عندها أن اللهين مركي أي باللابتي والدقال كي دحمر علي بن أبي طالب ومعاوية جعل بعض الناس يلتمسون الخلافة رجلا غيرهما ضدك حي بالله إني الراديان قف خليفة النقضة ولا بظن إن إسا يستعانا نهين إلي إن علي ويسكو لقيهن عبد معاوية ولا يسكو دعي دقال كي باب الله وضي مركو حيسيران لبدو دو بحالك يسكو هيستانا اسكو هستين هل الرادي يقف كله او دد كلهم بعيو عظم. فتوجه نفر من ذوي الحل والعقد الى عبد الله بن عمر ضد انت مضى حل كذا او دير قرتي او ضياشي الدقيدي بعدين يسوق بحي عبد الله بن عمر بالمهدين وحي هذين هات يدك نبايعك هذا وقع انت نوسو ديم ان بايعك ولا قلنا كو فانك سيد العرب وابن سيدها هذا يتاجن تاي نصب نما إيو عرف سيد كيد أداءه سيد كيد نو كل العمر خطاب وخير الناس ومن خير الناس هذا خير إيه صلاح إيه دين أي تاجن تانا ضدك كان هو خير بدن ضاته كان ضدك هو خير بدن عمر خطاب نو كل هذا. فقال مركز كل جوابي إلا إنه وأني كرسي الله كأنا ملحوين إنه قليل وديارة مركز كل جوابي ما أنا بخير الناس ولا من خير الناس ضدك أنا هو خير بدي وما خير بدني عدة ذلك أخر بدن إما ظالم ولكني عبد الله من عباد الله أضون إلهي بان كمده
أرجو الله وأخافه إلهي وحان هين وأن كب قانا يرجيني مركب ملا أنت إيجو جو جيب لي بهاشن إدافسية والله لا تزالون تطرون الرجل حتى تهلكوا وين أقام بي يعني ومرك هذا الكلام سي شرحه ضدك أمام بعض أولاد قدام بي إلا مركب قرك كتوفتان وجرك كتوفتان وإذا بايعتموني أنتم فكيف أصنع بأهل المشرق إذنك هذا داد إلهي شيسان جروب كلام مشرق الدجال محان كي يلعب يعني إذنك إيري نار نقو لكن قرضي كلا ضرب في كلا إلا الله ضرب بأي سيستعب نحن كي يلعب قالوا المركز الجواب يبايعونك أو نقاتلهم أو تقاتلهم حتى يدين لك بالولاء لو بدو بأي نقانسة يقول إن النصارى عانوا بيعدي أو قلادان هدي كلا الدجال بكو قادسة إلا كان بيستان فقال في والله ما أحب أن الخلافة دان لي 70 سنة وأن قتل وأنه قتل بسبب رجل واحد من المسلمين والله أنا نجعل أنبيل أنت ضبعت صنع أن خليفة المسلمين نقضه إن يضو ما أردتي أني قدرتي سان كرسي أوتا أنا قف مسلم على الدلو ولي جي سلا دالي هوش أصدير مهني هذا كان مركب من وقب بهاي إن يرئن لا يفتهمي نعم في الماء بأن بعتمد فيما بين الصحابة من اللي حجيل إنه النبي صلى الله عليه وسلم في بل إيه داية دت كي جو صحابة دي وهالكاوي وأن ضاف إنه دور بيت مصاد المرن إيه تحليلات كمرك إلى إيه ذهي أو مفجعني محل إذا تاريخ إنه صبرت لكن محرمنا كذي إن نستجنو أما أن تلمنا موقف كعبد الله بن عمر قف كمرك على الله النهاية نك الدنيا دو سكف القي هالكاسو كتورة الباب الباب أسوأ جرعدي ويسوق جلوه أنت أسيه ودوه دكيسي ومصن فورن مر بي كنت مد يضا طبق صار فيق وكسد عثمان بن عفان بيرمي يضا أر قاضي حنبار قشن هو ان بأتي مد وديري يضا أر خلافه هو ان بأتي مد وديري نول بيك كتي مد بيرمي إما صامرت وحا كلا عجيب له إنو شلنك نكا أردي كرسن وكا أردي ديقن وكا أردي وأسد على الشيء ما أنت ضدك إليه سبحانه وتعالى في امتحان ما أنت dadkii la dhihi lahaa wa ahlu khayro wa wadaado wa ahlu diino wa ahlu saxwa la dhihi lahaa saddex shay ba ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku ibtiliyay saddex shay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku ibtiliyay waxa weeye kow kursi raadis oo siyaasadii baa tartan loo galay wa midda labaado shil raadis nio business baa meel ugu furan wuxuu gaday wuxuu beecinayna ma taqaanid wa midda saddexaado dhiiggi baa sahlanaaday نيو ليك فتاوي او ديارسن سرك هلا غوي اه صدح بان شيء وصدح الى سبحانه وتعالى في ابتلي ددك اهل الدين كغار انو كو هلا قال يحك لك من كو هلا يو ددك مساجد صف كهر ابو حنجري او اثنين خميس يوم يجري وهبنك وح كورد بدن اي انجرين او قران ختم يجري ومركي والك شام مصطفى مركي وله يجري مركي عيسى وركوعا جاوكود وح كسو دالن جري عدي حسن مسلم مصحف آخر كان واحد نقطة كالكوليتر إنه كسر دعوم وما أركتي ما أركتي هيرك أي جان وفي عنتا إلا شقيستو وفي عنتا إن بيزنس سمايو لكن ما حوالا حضرتك أنت أورشتيد وده يعبان إيدين سمايو هو إيدين بس يقدر درستين ما حوالا إن شركات بإيدين كلينيا إن توان سنة لغاتن سنة ما أنت أنا نقول بكون كي الدولار وكودي توان سنة كهر ولي وكار رادين ما 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 أركت إسلامها مري جدار نظيفيان مري ما أركتي أي ay najaas soo dhaqan shilinka lagu keenay inaad meel isaga xareysatid ma oo taleefannada bedelatid ma oo qofkii kula soo hadlanay inaad la hadlin ma taas waa ida darro waxaana ka mid ah waxyaabaha qalad ka yimid ama business-ki inaad gashid adan bidaayadki baa shirahba aanu ku bilownay waa midda labaad in siyaasad la galaayay waxba kuma jabna laakiin ma maraysa marinkeedii maraysa ahliyadeedii ma leedahay waqtigeedii ma yahay xilligeedii ma ku beegantahay مكالي أدوم متحمل ماشي جلسة مركز صد نقرة سنين أديك ريبريزنت سيمسلف إسي كلي اسم مثال يقول لك لأن مثال محاد أسرع تا أجندة ومحوية ما كده بعلان كرتا وقذب كذا بدك كلا واحد تا أيضا الجروب مال استاجو يري وفي أنا جانا خلاف نصور كانوا دهريننا إذا سد حلاس الكوسة أورف تبعش وعي كجها بونتها مالها إن قفك أسرق يستو بيزنس كيس يشوح قروح بدن وانو قلطة للحين ذاتك وانا اكسنتها ان هجانك انتو مال خلدن مري لها نين أهل خير وديار سنة مقبتاي وحلو بعين لكن تاسو معنيه دمها إن دينك إلهي إكهلا لي حتى ما ماشي شالة تاجنا وإن تاجنت
cibaadadii shalay lagu ogaa waa inay weli kaa muuqato safkii aad shalay taagnayd, waa inaad taagantahay ummaddii halka booskaad kaga jirtay, waa inaad weli ku jirtay, waa inaad isbedelmo. Laakiin markii aan hoos u dhaadhacno nira waro asbaabta maxaa keena, maxaa keena markii businesska lasoo gaaray in wadaadadu fashilmeen, maxaa keena markii siyaasadda lasoo gaaray inay fashilmeen, waxaa kuu soo baxaya maxaa yeelay mufradaadkoodii hore kuma jirin, kuwan kuma jirin, oo dadka waxaa lasoo baray min kitaab aلطahaara ilaa kitaab الصalaati والصوم والزakaati والcibaadati dhan waa lasoo baray bayskaas, laakiin baab اlbayci lama aqrin jirinba, siyaasa الshariciin lama aqrin jirinba. Marka labadii aan lasoo aqrinin bay ku fashilmeen, imtixaanka marka ku dhaceen. Oo markaan si gaara iyaga ula hadlo qolyaha kale iyaga xadiث can dalika wala xaraj, maxaa yeelay qof markiisu haraa 700 diyaarsan unbaa la dhaha war meesha ka kac, laakiin nin meel laga qabtaba aan lahayn isaga dhanba maarag nin daad qaaday ah oo finish ah isagoo ka hadlimayn, lakin waxaan ka hadleynaa waa ninkii inoo tirsanaa aan leednahay ahlukhayrka wey halkaa. Marka waxaan rabnaa namuudajka Cabdullaahi ibni Cumar waa muhiim, ilaahay subxaana wa tacaala dadka ilaalin kara, oo qof kasta waxaan hubaa ninka meesha la geeyo inuu meesha uu hebel maray inuu hebelna uu mari doono, maxaa yeelay waa marid meesha iska waa waddo iyadoo iska furan wey, laakiin way wanaagsan tahay in qofka qaarib wasadidu aanu dhaafin. Haddaba laqad dalla qalbu Cabdullaahi ibni Cumara tawaala xayaatihi mucallaqan birasuulillahi sal allahu calayhi wasalam fakaana yahtadi bihadyi ويقتدي بفعله ويسلك مسالكه ويحفظ ما يسمعه منه ويعض عليه بالنواجذ. عبد الله بن عمر نولشيسا النبي صلى الله عليه هدي النبي وقاتا ايو قاد النبي صلى الله عليه وسلم يسوي كد ينجري ماشو كبحو وحل الله النبي شوي حفظ ينجري سيت وقاد النبي. ولذلك وان منك الله شاقي يعني to the most details نيك ارع جروع دي للنبي هل كان فريسي وفريساني النبي قال سيدا وهالله وهالله nabiga gacanta midig saa u leexi u leexina bidix buu saa u leexi u leexina. Walyaalik iyadoo da waxaas aanan ku qasbanin diiniyan, haddii la nabigaa safray masaafo intaasuu jaray markaasuu markuu daalay buu nabigu wuxuu fariistay geedka hoostiisa, sunnada kuma jirta inaad ugu fariisid, laakiin isaga wuxuu nabiga ma fariisa ha igeeya meeshu nabigu fariisto, halkuu u jeestay halkaasuu u jeestay, dhabarka halkuu xijiy halkaasuu xijiyey. Waana wax qurux badan jacaylka nabiga sal alla slam inuu qofku halka uu ka gaaro, ilan ilaahay isaga wuxuu leeyahay jalla wacalaa قل إن كنتم تحبون الله ها فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إلهي إنه كنت جعل الله ورسولك كنت جعل الله أدونا آد نقاط المحب رسمي أه وإن المحب لما يحب مطيع وطاع هذا ساكحت. وما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه مرة إلا بكى لفراقه. مركي النبي محمد صلى الله عليه وسلم صاح حصوصيه والله غور شيئا أوين بجب سنجلي ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أردنت وقد كان إلى ذلك شديد الخشة من الله سأيت هنا إله أبو إله سبحانه وتعالى كبت الجرو يضو معنا أن كوضا يضو هدان وابتقئها وكانت عينه تفيضان من الدمع لقراءة القرآن مركي قرآن لا أقرينه وإنه سوى شم الجرين أوين وإلي ما ينجري فما تلا قوله فلما تلا فما تلا قوله تعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا غلب عليه البكاء. آيات مركو أقريه آيات وآيات له ضدك مؤمنين تقلوب تود إن الجلع ده صار معهم ميان لجارين ولكن ابن سعيد مركو لي آيات مركو يسود دقيسي إسلام كان أفر سنة أود حيث أفر سنة كدب أنا العنانتي ولا ليه وقلوبتي لم حيو جلع ويدي مركو إله سبحانه وتعالى ديك يسال سأل أقريه وعن كهل لنا وقت الصحابة وعن كهل لنا الصحابة والنبي قال الجوغة waxaan ka hadlaynaa saxaabadii oo qur-aanka uu kusoo degay, waxaan ka hadlaynaa iyagoo weli fresh oo 4 sano islaamkooda kasoo wariyay ayaa canaan u timid ka waran zamankan oo 1400 sano lasoo gaaray. Dadkeena hadda jooga maadiyaadka dhex dabaalanaya oo noloshan maanta ku jira wax walba isbedeleen oo diinku diinku aanu ahayn oo dadku dadka aana ahayn oo wax walba la bedelay oo qur-aanka tafsiirkii si kasta loo bedelay oo shay walba hawada isoo gashay, waa dareemi kartaa marka meeshaan marin. wafii dhaati maratin قرأ عبيد الله بن عميرة أمامه قول الله جل وعلا ما لما محكم من عبود الله بلقى أقريب أيضا له فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أيضا وأيضا هذا كان النبي أنت لقد الأقريب اللي ما أيضا هاي لا هاي هدي أمضل بمرخاتي ذلك كانوا أنني محمد الله كان أنا أضل مرخاتك عليه dadka kan gaaladu waxay jeclaanayaan maalinka ama way jeclaan lahaayeen intii ilaahay caasiday in dhulkaba lala simo. Aayadan markuu maqlay Cabdullaahi ibni Cumar iyadoo la aqrinaya fajacala yabki ashadda albukaai
ويذرف سخي الدمع وحب الله بانه او ينجب صدو او انه سوسا او شمان سخي نماء حتى بلل ثيابه وكاد البكاء يقطع ويقطع نياط قلبه لا ذلك لن انتو كقوي او ينتبه اي سكتة ان حدد الدرد وما كعي جرته وكان في المجلس مرك ماشا وكو عبد الله نمبا فديه رجل نمبا فديه فاشفق عليه مركاس حوغه ودمريه او حوغه ودم قضوه حتى هم بان يقول يقوم الى القاري ويقول له اقصر اقصر فانك قد اذيت الشيخ وبكوسك تنيكا ان انت استاج ونيكي قاري القران اقرني ويرى ورنيه هل كان كو استاج ان كان بعد يبقى كاتب قران كو اقرنيس يعني معنى عبد الله بن عمر هو ان قران كساوله فالقلا ولقد كان كثير من طلاب المعرفة يكتبون إليه راغبين في أن يزودهم بخالص نفسه وثمين إرشاده أرضى علم كبرت طلاب العلم الملك سجو جامبا وراقي سوق رنجرين يو ك راذين عبد الله بن عمر إنه نصائح إيوانويسي فكانوا يجيبهم عن طلب بكلمات باقيات على الدهر جوابه بحنجر وحي يعني كلمات رنتي ولي جره ورنتي موجنية كلمات وحكو الله وتاريخي بمركز أدير الجنة وحكمل هذا الله أدير حكمل من ذلك أن أحدهم بعث إليه يقول نمبا وحو أسوى قال ما حكمل اكتب لي يا أبا عبد الرحمن بالدين كله دينك ونن إيسو قربيه فكتب إليه يقول اسنو أجواب وحير إن العلم كثير نيو علم أد بؤبنه لما كو بكره ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين هدي أي صورة قال كوتهاي أضر دبر فضوط بمعنى وحباء أذن حنبار سنين ليك مسلم أذن حنبار سنين خميس البطن من أموالهم حوله هذا أتكبك لابنته وحباء أذن كقاذن كاف اللسان عن يعني أراضهم دم قد كوذن أذن أبارنا عرب كايا كأتكاتب لازم لأمر جماعة المسلمين مسلمين تجمع عدد أنا أساء ولقنته من خلاف بضان ذلك خلاف أذن نقول أتكري تفعل سمير دردارا كما دردارا منتي وكان أبهان ونرش بسوء كوبي دين كان هكذا شكو يجي ديك مسلم أدان قبل وقدر كان أتلمان حالا مسلم أدان لغو الشيخان هيو الوحاسو إيه قادي دين كيو بحل أيهاي انت هسان قرش كسو يجي أدان لغو لهين هيو البو مالي من أفلقا دي أدان لغو لهين ودم قد كدبك أدان أبارين أو دك بحبك الشيخان أنسابتو ماشي كسو جينا وحي يهيد فرح أدو كا قادة دك مسلمين تانين فين كوني وقيسو بحسان أدان نقوان ودك كود حجرة ومسلمين تكود حجرة أو خير كشقين هذا لو قطن تو واحد دون تان نقطة هل لو بابا أثر نبي قول شيء ودي دون تا وحول بمهل يصير لكن ضدك أنا كله بهم أنت نوديك أنت سكو إجيا أنت إلى البيت وأنا أنت نبعنا أنا ولا أنا واحد درس الأقليمي الدين الدقي سنة يسمان أنت دلت إلى الآن هذا أنت ممكن يكون عمل في دينك إلى هذا الساعة عبادة يكون هلدو وقد جعل عبد الله بن عمر دأبه كله في إطعام الطعام وحكاله نكن أوليه نلش يصدنا واحد ذاتك إنه قوديو وبر المساكين والأيتام مساكين يأغونتا وقودين جل حتى رويد عنه في ذلك أخبار كثيرة وذكرت له فيها فيه آثار وفيرة إلا أخبار تربضا وأرنكا كسا صدتك وقودين جل وأهر مرين جل وضتك كلا وحسين جل أخبار تؤدي بضانت وحاكم إذا مثل من ذلك أن اشتهى ذات مرة سمكا ما لم بيوحي كقلك تي إنه ما الله أما كلون عنه فبحثت امرأته صفيه وصفيته له عن سمكة حتى وقعد عليه هويني صفيه لو ما قعبوا قبل ودقائق ذي وحيو كانتي ملاي قاس يكلون كأويل مانتا ويقهيسا ثم صنعتها فأحسن صنعها مركاسي سوانا أكسن أسميس سيدا أجعلها بأكو سميس فقربتها إليه مركاسي أكانتي فسمع نداء باب نداء مسكين على الباب مركب نبا مسكين باب الباب شو اشتاقي أب من دور سنة شو اشتاقي فقالوا ادفع السمكة إليه يعني مركو يشتري والراشين كان ضل بطل وحاجيدون أي كانت يشتري بل عن أيا الباب وحاسو اشتاقي من دور سنة مركو يشتري سيع ادفع السمكة إليه فقال صفية تبدا مرك ما انت لم بيرادين ليس سوقك ككانت وقت بدن بيجلس مر بهدي عبد الله الرحمن هنا يا ويلي وهو هنا اكسن بك قد كان يدو مركا سيخي كنت نشدتك الله ان تقوي نفسك بشيء منها ولله ما هو داري وحون كعن تمر درك هي سيعن فقال ادفعوها اليه وسيا نكك
فقال لا نرضي، نحن نرضيه بدلا من هذا. إنك وحك لسينا إن باشا أدقعون. وقال للسائل نيكي دورتني بحي كتري إنه قد اشتهى هذه السمكة. نيك عبد الله يا إسقى أباهن ملاجئ إسقى لو دبي كلون كان مانتي إسقى إسكاله أده وحكى لهم كسين إنه. فقال اسنوح عمل امتحان وأنا والله أشتهيها أيضا أنا والرباب مركا مركي وسنا وهلك السود تاجي فاشترتها منه بدينار. هل دينار بكسيست وأرضته دينار ممكن عدها ملاها كجبر. ثم قال لزوجها مركاس عبد الله كوس الله بات رأيت إن قد أرضينا السائل إنك مسكين كوان وان ما عرفتي وان دبر نبيت وغادي قال لي وأجزلنا له عطيته وحبها هي أنا واسينه أو العك في عم بانسينه نيك نيك وخارج جنة. فقال له مركز سوحي هل أرضوك ورضيت نيك بالأويدينيها ملو رالي قال لي ها أنا رالي متى ها وأخذت الثمن العك ما قالت ما هو بتاع دينارك الأوسي ها. قال نعم فيه. فالتفت إلى أهلي خيرك سأقصر جسوحي الآن ادفعوها إليه سي هذا سي العك أنا أقدره العك مركو نيك جاب في كل تي ما الله يجينا ولا تي مركز نيك أها وحريفة ورنتي سو شقتي. وقد عوتبت امرأته في أمر هزاله فقيل لها ما يعني ما كم ذا أيا رنتي لقو قفص ذي هو نيسو حليلي وانيك كان وزن كيسو ساوي دو باب بايو عليس كيسو اسلي ما ويت كيسو من هاسبو نعاية محان عاية ركوي قدت كوي قفص ذا أما ترفقين بهذا الشيخ ميادا نقول نبرين أضغا. فقال وما أصنع به ومحان كي محان وصمين كرابت انت كذب والله ما كنت أعتبر ما عددت له طعام بيتي إلا دعا إليه من يأكله مركا راشن ودياري ضد سوية رعونها. فأرسلت هير وحان قارب حيتري فأرسلت إلى المساكين الذين كانوا يجلسون في طريقي إذا خرج من المسجد وأطعمتهم. وحان قارب هير بان قارب يتري إن أن مساكين توضض أفرس إنتان أتقو وأن راشين سيوه. وقلت له مكان إرادة لا تجلسوا في طريقي ورنك وضضه فرسا وضضه مري أداية نكا كان وحي نكا عنا هير كاسان قاربتي. فلما جاء إلى بيته قولي مركو صلى قال أرسلوا طعاما إلى فلان وفلان رأيشين كي لود ياربع له هبل يهبل ومساكين وضضه كبرت قارسية. فقلت مركاسا وحان إري لقد أرسلنا إليه بما تريد أكثر ما تريد كوانا لا لا وحسية انت انك بدن واسين الى اذا وضد كل سو كلنت وحي وبهي سوسيس. فقال مركز جواب تحيه بل انكم اردتم الا اتعشى الليله ثم نهض ولم ياكل من شيئا وهذا طلق شيء بيرعوا انا وحنين سو ماها راشين كده بدين داي يعني بمعنى نمر زه ديغا جرام كيرا لو طلق له انه قوته بو قيبين جري. ولقد كان عبد الله بن عمر الى ذلك كله يتقرب الى الله عز وجل بكل وسيله تا وحوه لدي نمحو أها طريقة والبو إليها يقول له وانكر لي ماذا. فما استحسن نفسه شيء من مال أو متاع إلا وتصدق به وحلو إحنا نفسه دي سجعلاته وحبو جعلانا أما وآلاب أما قري وحلو إحنا جعلاته وإنتو صاق هذا ودك سينيا حالا وحو كعمل فلا يقوله جل وعلا لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون سما فلقه وحو كجرا وحد جعيشة إنا بحسن أنك وحن بحنا وحن نعني darku tirada ay ka bateen lama gashan hal la bixiyo kabi dhanbay ka jeexmeen hal la bixiyo surwaalka karbu u baahan u dilacsan ma qaadi karno hal la bixiyo waxa sa la bixiya ilaahay wuxuu nala yahay waladina aamanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wama akhrajna lakum min al-ardi wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun buha hun oo idinkuba minhu tunfiquna illa an tughmidu fihi wa hada indaha hatta adigu siin karin ka bixinin كاه بحين كاه صدق ما قاله وها صدق قال وحي نفس الضاد وجعش شيء الذو نوع من الحجلة الحجلي كاه يسو وقال إلى شن يسيد وقال له أنت إيه دقة يعني لقى تعبان وقال إلى شن يسيد كاه صار له بحية صدق ما كوا أنت لكن صدق شيء الذو أصون على الله طور اللي صام وحتى ما أنت دي مسكين كلا وحي حتى واحد يار والله تأنت جمعة ما تجلس كاه صدق ما يسق مر كتاب سمين جل وقد عرف أرقاه ذلك فجعلوا يحتالون به عليه فإذا تاقد نفس أحدهم إلى العتق شمر عن ساعديه للعبادة ولزم المسجد فإذا رأف على هذه الحالة استحسنها منه واعتقه فيقول له صاحب أصحابه وحد على مركة طبعا قروا البوحة جواني من عبيدة أما الضوماء كشقية عمر عثمان أما عبد الله بن عمر نويس كحرنجري مركة
waxay ogaadeen ninkan nin ahlu cibaado inuu yahay. Marka waxay yidhaahdeen taatikay u degeen markay. Waxay dhaheen ninka kan maadaama uu cibaadada jecel yahay idinkana xoogaa u jila masjidka un safka hore qabsada. Macnaha tusa inaad dad cibaado badan tihiin. Markuu idinla dhaca kadib soo idin xoreeyo. Marka waxay samaynayaan masjidkii bay la soo fadhiisanayaan, meeshuu fadhiyay fadhiyaan, soonkii, salaadii wala ilaalinayaan. Markuu arka marka nin saa multazim ah qalbi intuu qalbi jilicu yahay ninkan hala sii xoreeyo, hala daayo. Raggii kale ee asxaabta ayaan Cabdullaahi baa arrinkii fahmay, nimankan niman taatikiista inay kaarta ku socdaan oo cibaadadooda taatika ay ku jirta. Markay ogaadeen waxay dhaheen ya Aba Cabdiraxmaan innahum yuriiduun an yakhdacuuka bicibaadatihim hadi, waxay rabaan inay cibaadadan kugu siraan, iska ilaali. Isna kelimad runtii diiwaan in la geliyo u baahan buu yiri. Wuxuu yidhi man khadacana billaahi in khadacnaa lahu, qofkii ilaahay nagu sira oo ilaahay noo soo maro oo bimacnaa intuu qamiis noo soo gashta oo gar noo soo daysta oo ma aragtay subxaana allahi walxamdulillah maa shaa allah nagu dardara oo wadaad isaga kaa dhiga in khadacnaa lahu, annagana waaba diyaar baan u nahay inaan dhulka isku daadino. Wuxuu rabaan u samaynayna khiyaamo intaaba hadday tahay ninkii ilaahay nagu siray diyaar baan u nahay buyiri. Bimacnaa halkaa marka iyadana waxaa ku jira darsi cajaa'ibtiisa leh. Badanaa waxaa laga yaabaa in adduunyadu way isku qasan tahay maanta, waxaa la maraya waqti isku dhafana oo aan la kala garan karin dadkii. Waxaa laga yaabaa qof dharkii aanu ka muuqan laakiin taqwa iyo khayr inaad ugu timaado, iyo qof dharkii iyo astaanta islaamka ay ka muuqato intuu aadan ku hin baa dhici karta. Marka wuxuu leeyahay man khadacanaa billaahi khadacnaa lahu, qofkii ilaahay nagu sira oo noo adeegsada anagu diyaar baan u nahdaas taa marka inay aduna kaa noqoto wax walba maaragtay inaadan ka didan aadan dhihin inta haddaan galaan kan baa ii taagan intan kan baa ii taagan. Qofkii magac ilaahay wax kaaga dhaca suun bay dhibaysaa, qofkii magac islaam wax kaaga qaat isagay dhibaysaa, qofkii magac wadaad wax kaaga qaat isagay dhibaysaa. Ahaam shay adigu inaad adigii ilaahay subxaana wa tacaala tan uu kugu leeyahay at ofiisad weyn. Laqad kaana fi kathiir min alaxyaan laa yaktafi bicitaaqi alcabdi wainama yuqduq calayhi min almaali ma yuwasiru lahu sabiil alcayshati alraadiya. Keliya waxaa dhici jirta xitaa madhi maahayn un keliya inuu xoreyn jiray, un keliya xoolo tira badan lagu siin jiray si uu ushaqaysto. Min dalika waxaa kamida taariikhda la soo wariyay waxaa kamida ma aqbala bihi cabdullahi bni dinaar, cabdullahi bni dinaar baa noo waramay. Qaala wuxuu yidhi kharajtu maa cabdillahi bni cumar ilaa maka nabtagi lcumra, maalin baan cumar raacay cabdullahi bni cumar makan aadnay innagoo cumraysanayna. Facarasnaa fi bacdi ariiqi, wadada intaan socnaba meel degno nasanay. Fanxadara calayna raaci min aljabali, wuxuu yidhi nin wiil yaroo dhalinyaraha qowsaara oo buurta naga dambaysay meesheeda sare ari ku raacayba markuun arkay noo soo dhaadhacay buu yidhi. Fa araada ibn cumar an yakhtibir, ibn cumarna markuu xirar wiilkan horta imtixaano, wuxuu rabaa inuu integritygiisa ah inuu nin daacada yahay oo ammaanada ku fiican inuu yahay inuu imtixaanu rabaa marka. Fa qaala markaas wuxuu yidhi amamluukun ant, wuxuu yidhi ma qof la leeyahaataho addoon shaqeeyaata? Qaala nacam ha, wuxuu yidhi bicnii shaatan min alghanami, arigan lagu soo dhiibay ee aad foofinaysid mid ri'iga gab. Wa idaa sa'alayka sayiduka canha, ninkii lahaa xoolahan hadduu ku weydiiyo ku yidhaha ridan aaway marka digaga dinkadi tabcan, faqul akalaha diib, yay baa la tagta ku dheh waraaba cuna dheh. Faqaala wiilkii raa wuxuu yidhi wa ayna allahu caza wajal, haddaba haddii aan odayga saa u dardaro way macna oon waxaan raba ku cabbo ilaahayna ka war jala wacala soo ilama socdo. Fabakaa cabdullahi bni cumar, abubakar yani cabdullahi bni cumar wiilka kan iimaanka ka muuqda iyo diin jacaylka iyo suu ilaahay ugu xiran yahay arrintii markuu maqlay buu ogin la dhacay. Fa muxuu nacam ayna allah, sax ilaah baa halkaa jooga, ayna allah haddii ilaahay subxaana watacaala yahbaana arkayona maqlaya. Uma bacaa fasharaahu min maalikihi, markaas wuxuu la hadlay ninka wiilka kan u shaqeeyo, ninkii buu la hadlay kala soo wareegay ilaan addoon buu ahaay. Washaraa lahu alghanam allatii kaana yarcaaha wactaqahu, xoolahan uu ilaalinayay arigii uu foofinta u keenana isagu gacanta u geliyay. Wuxuu yidhi haddaba isticmaal adaa iskale, wuxuu isugu daray xorayn iyo xoolaba isugu daray. Dabcan masalada iyadana cabiida waxaan uga hadalnay dhowr jeer oo wiigi hore ugu dambeysan u malaynayaa iyadoo nooma harsana taxliilkeeda. Wa akhiiran walaysa aakhiran, gabagabadii faqad kaana cabdullahi bni cumar jawaadan laa tumsiku yadaahu almaal, nin gacan furan oo sakhi buu ahaa
أو شيلن جانتي سيكو مهرجين وقد أوتي مرة ببضعة وعشرين ألفا دور لو تنكن أو العق تاس أو العق آد يدوب بضنا وهذا دور لو تنكن الدولار لغو كاني أي مال لو كاني فما قام من مجلسي حتى أنفقها كلها في سبيل الله وزادها ما أش سوا فدي بيسيد سيد يتهيؤ قيبية ووضع إله قيبية شيلن ما أش كلمتين فجاءه بعض السائلين ولم يبق معه شيء مركاسا مركي العيها أبحي كذب وعاء أن يكسو هارم أيا كواد دور سنة يؤيمن فاستدان مبلغا من واحد ممن أعطاهم ثم دافع به إلى السائل مركاسو ضدكي والعيها أقيبي مت كما ذو يحيري شلنك هدى أن كسي إي أماهم من كان عاصي دبد مكاسين وبعد فلقد عاش عبد الله بن عمر حتى نيف على الثمانين دوري سيديت سنة دأكو جاري عبد الله يمكن أن يرضاها لم يتمنى جيرك أنه ليش يسكى لصوى قبصاني دوري سديت مقاري فلما أتاه اليقين مركي وقتي لمن لها لسوى قاري قال لبعض أصحابه وولد معركتي وحكويري كلمة بمركة نقاقتك إذا دردارا خنتي لما كلمة بعد بقية تابتن وكلمة دي ورأي سوه الرئيسي وأرضك وقري وإذا استطعت أن تغادر هذه الدنيا وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين خميس البطن كلمة دان وكلمة كلمة ده نروح ليه؟ مركو دماني بروح ليه؟ ما آسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاث الديو إن أنكت جاي هرت أمور جيب ولا كسدح شيء بالديو ده جوجي تان كده أنكون جعلان لها سدح ذا شيء كو ضم الهواجري إن وصان كو ربع إن جراده معنى هاجر وحلو ما جاب مركا ومركو وقتها ويرد كأولان كده بقال لها أم موضوع أو كل البدن والجرو أيا وقت الظهر كأ رنتي لبي تمنى دي كودي أنت أقول حيسوي قف مركو هرادة وسومي كان أم صان هل كمال ماشي أنا كوسام أنا صان معهن صان كغاس على ده وحير كو تا أم بقول حيس الدوانة بيه فأه إن أن صام مالي كل الكيد درين لرو ومكابدة الليل يهبين وصلاة صلاة الليل لتكذا إذا الليل كله تكذا مكابدة كعبري مكابد وقف انه شده وقال لان هردد ان تكسر توستيد او يضا ما عرفت كون معناته مال في عن كون مريس الله يا وساك ان انا دالي او الهي ما انت هدي الهي هردد كسي ان سو توستيد قد ويسي ستيد حد انا انت سو جزء كنت كتيد وح سهل ما صدح واني لم اقاتل اهل الفتنه اي وحان وش الله يا بيلي ان نمنكي في النذو ذي ان انا الدجالمين يعني معنى صدح راس صدح لا أمبان الدنيا لا أم أسهل ويهيب إليها إذا انضم إلى واجب ومهم سون كيس أدو بنا مكابدة الليل وغسداس هي إن قف لي قلاء أنو أهين يعني لي إنو سنجلن صدح لا شيبة وصدح لا شيء الدنيا رنتي مركان كتغي أنو حيسي لها لكن وحكى لما رضي الله عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر إله رضا كان نقضى وقد جاء فقد عاش فقد عاش برا تقيا ومات زاهدا عابدا يسوى بار إلهي وه تقي أه أيو نولا مركو لمن زاهدا شلم في عنت الدنيا سقك وله عابدا أه إلهي مكة عابدي وأنا نموذج أصل بضائنا دائرة يكون ضيضان يقف الباب من الصغر للكبير وإلى هنا بالله توفيقه.